الفقرة دي تحديداً هتكون عن الدور المجتمعي اللي بقت بتقوم بيه الجامعات المصرية، المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي بتستهدف القرى الأكثر احتياجاً، مش بس يمكن بتشارك فيها الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لكن كمان الجامعات بقت بتقوم بدورها المجتمعي من خلال هذه المبادرة. وده اللي عملته جامعة المنصورة اللي قامت جنب دورها الأكاديمي بتنظيم قافلة جسور الخير اللي عبرت عن انتمائها لهذا الوطن وعبرت محافظات الدلتا لحد ما وصلت لمحافظة أسيوط لمساعدة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا في مجالات مختلفة ومتنوعة. هنتعرف عليها أكثر مع ضيفنا اللي بينضم لينا عبر زوم، دكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. أستاذة ريمان صباح الخير، إزي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. يعني في البدايه بحيي حضرتك الحقيقه على هذه المبادره، وعايز اعرف منك يعني طبيعه القوافل اللي بتنظمها الجماعه تحت مسمى جسور الخير. هي حقيقه القافله اللي طلعت امبارح هي القافله العاشره في السنتين اللي فاتت. التسع قوافل اللي كانوا قبل كده، واحده منهم في حلايب وشلاتين، وبقيه القوافل كانت بتروح لقرى مختلفه في سيناء. يعني طبعا القافله او القوافل كلها هي مش حاجه طبيه فقط، لكن هي بتبقى طبيه وبيطريه وزراعيه وتوعويه. يعني بيبقى فيها اربع كليات بيشاركوا، او اعضاء هيئه التدريس من اربع كليات بيشاركوا. كل واحد منهم بيروح، يعني الاطباء على المستشفيات، الناس البيطريين بيشوفوا الحاجات الثورات الداجنه او الحيوانات المختلفه. الناس بتوع الزراعه بيشوفوا مشاكل في الارض او في الـ 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 الحاجه الخاصه بالري. ثم الناس التوعويين بيعملوا لقاءات مختلفه مع يعني مجموعه من السيدات، حاجات خاصه توعويه خاصه بمشاكل مجتمعيه. القافله المره دي تمت بالتنسيق مع جامعه اسيوط، بحيث ان هو يطلع وفد مشترك من الجامعتين. احنا رحنا عليهم هناك عشان نشارك معاهم. القافله المره دي فيها 35 يعني عضو هيئه تدريس واداري ومن جامعة المنصورة. المفروض المستهدف أربع قرى هم الأكثر احتياجا حسب اختيار زملائنا الأعزاء في جامعة أسيوط. الحقيقة يعني القوافل الطبية زي ما حضرتك تفضلتي وقلت جزء من المشاركة أو المسؤولية المجتمعية، خليها أحسن من المشاركة، هي المسؤولية المجتمعية طبعا للجامعات. وان المجلس الاعلى للجامعات كان عامل تنسيق بين الجامعات المختلفه ان هو يبدا تروح في اماكن مختلفه من البلد يعني. لكن دي اول مره يتم تعاون بين جامعتين عشان نروح نزور يعني في قرى في نطاق جامعه اخرى. يعني كان دايما بنطلع في اماكن بعيده، لكن المرة دي ده تم بالتنسيق بين الجامعتين بحيث ان احنا يعني نساعد اهالينا سواء كانوا في اي مكان في البلد يعني. طيب دكتور، يعني حضرتك اثناء حديثك ذكرت انكم توجهتوا لمحافظات مختلفة، فانا عايز اعرف من حضرتك يعني خطتكم للتوجه او لاستهداف محافظات بتبقى مبنية على اساس ايه؟ او هل في محافظات بعينها بتستهدفوها؟ طبعا خلاف القرى الصغيره اللي داخل محافظه الدقهليه، لان حضرتك عارفه ان ده جزء اصيل عندنا، لان هي دي الجامعه داخل محافظه الدقهليه. بخلاف كده زي ما قلت لحضرتك كان في تنسيق من مجلس شؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، المجلس الاعلى الموجود في المجلس الاعلى للجامعات، فبيحصل تنسيق بين الجامعات كلها. يعني كان في خطه موضوعه لغاية الكورونا طبعا حدثت، كانت الخطط دي موجودة يعني متقسمة على مدار العام، معروف ان عشان ما يحصلش تداخل او تضارب بين الجامعات، معروف في الخريطة بتنسيق مين القرى او الاماكن اللي بتحتاج دعم، فبيتقسم ده حسب الخطة. كان في جدول شهري موجود.
لغايه شهر 3. طبعا احنا اخر قافله كنا قمنا فيها كانت في شهر 3 اللي كانت راحت حلايب وشلاتيم، ثم بعد ما استعدنا الجزء من الحياه الجديده يعني بالمحاذير الموجوده، طلعنا على جنوب سيناء من في الصيف في اخر الصيف. لكن ده موجود زي ما قلت لحضرتك، خطه موجوده على مدار العام بالتنسيق بين الجامعات كلها. مفهوم يا فندم. يعني طبعا انا بحيي حضرتك، والحقيقه انه هذا الدور او هذه المسؤوليه انها كمان تيجي من شباب ومن جامعات، اعتقد ان دي يعني البذره الحقيقيه لاصلاح المجتمع من اساسه. انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. دكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعه المنصوره، حضرتك كنت معانا في صباح الخير يا مصر عبر تطبيق زوم.